معكم كوتش نينو. تمارين اليوم رح يعلنوكم على عمليات جراحية لرفع الثدي. هن عبارة عن 5 تمارين رح نعيدهم 3 مجموعات، فيكن تعملوهم بأي وقت خلال اليوم وانتو قاعدين على الصوفة عم تفرجوا على التلفزيون أو حتى قبل النوم. يلا نبلش مع بعض فورا بالتمارين. كل تمرين رح نعمله مدة 30 ثانية. التمرين الأول رح يكون حط إيدين على كتافنا، رح نعمل إكس بالكوا. برافو عليك، تمام، ممتاز، كتير منيح. برافو، ممتاز. اكس، يس، برافو عليكم. عم نرفع مرة الكوا اليمين للأعلى ومرة اليسار، ممتاز، كتير منيح. التمرين اللي بعده رح نحط ايدينا هيك ونضغط بالكوع ونرجع نفتح، نرجع نضغط. برافو، ممتاز. ضروري نضغط بقوة. يس، برافو، ممتاز، كثير منيح. برافو. هلا رح نسكر ايدينا، رح نرفع للاعلى والاسفل. نحاول قد ما كان الكوع يضلوا مضروبين. ايدينا هون ورا الراس، راح نقدم الكوع لورا. برافو، رجع قد ما فيك الايدين لورا. برافو، ممتاز. تمرين ثاني رح يكون هون، رح ننزل ايدينا على مستوى الجسم، نرفع لفوق، مستوى الجسم للأعلى. برافو. يس، برافو. هلا رح نرتاح 30 ثانية ونرجع نعيد التمارين مع بعض. إذا كنت مبتدئة ممكن تبدأي بمجموعة وحدة وبعدين تعملي تنتين وبعدين تعملي ثلاثة بالأسبوع الثالث، تمام؟ جاهزين؟ يلا نعمل اكس. برافو، ممتاز. هلا نضغط على الكوع، نضغط. برافو، ممتاز. برافو، نرفع الايدين للاعلى، نحاول الكوع يضلوا مضروبين. عم بمسك ايديه مشان الكوع ما يبعدوا عن بعض. صعب شوي، حاول قدر الامكان خلي الكوع مضبوطين. تمام، ايدين ورا، يلا رجع لورا، ممتاز.
برافو برافو برافو. تمام، التمرين الأخير بالمجموعة هاي. ريح 30 ثانية. إذا بادي بتمرين جديد ممكن إنه تعملي مجموعة أو تنتين وبعدين بعد أسبوع أو أسبوعين تضيف المجموعة الثالثة. تمام؟ نرجع. آخر مرة. ريدي جو. ما عاد احسن احكي، تمرين صعب بلشت تعب، تمرين مع انه ما فيه ادوات لكن حاسين قد عم بحرك عضلات الصدر. حاول نضغط. ممتاز. نرفع الرجلين للأعلى. ايدينا ورا الراس. يلا رجع. ممتاز، كثير منيح. كل ما رجعنا ايدينا اكثر لورا راح نحرك عضله الصدر اكثر. كما شايفين. برافو. التمرين الأخير. يس برافو. ممكن هذا التمرين الاخير يكون شوي صعب عليكم لكن عمليه لو مره او مرتين وبتبعد تعملي 30 ثانيه مع الايام. فانت حتى لو ما كنت عم تكفي 30 ثانيه باي تمرين هي التمارين، حتى لو من 10 ثواني استمري كل يوم عمليه وحاولي تزيدي ثانيتين ثلاثه كل يوم كل يوم لحتى توصلي انك تعملي 30 ثانيه وثلاث مجموعات بكل راحه. كانت معكم كوتشينو. إذا أول مرة تتابعوني ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، تكبسوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسوني بتعليقات حلوة تخبروني شو عم يصير معكم. Love you.